من اكتر الحاجات اللي بتنتشر جدا في الشتاء وبتعملها مشاكل كتير جدا هي القشرة. الناس اللي بشرتها دهنية جدا وشعرها دهني، فروة راسها دهنية وبتطلع افرازات كتير جدا من الدهون، وما بتغسلش شعرها غير مرة واحدة بس في الاسبوع، دي لازم يطلع لها قشرة. الناس اللي بشرتها جافة جدا وفروة شعرها جاف جدا بتبتدي برضو تكون قشرة، خصوصا في فصل الشتاء. طيب دي اكتر مشكلة بتواجهنا وبنعمل فيها وصفات كتير جدا، بنستخدم حاجات كتير جدا وما بتجيبش اي نتيجة. النهاردة بقى هقول لكم وصفة سهلة جدا من قلب البيت، بحاجات كده كلها طبيعية ورخيصة جدا، ولكن وصفة سحرية انت هتعمليها مجرد 3 مرات بس بالكتير جدا هتلاقي ان القشرة اختفت تماما. الوصفة دي تنفع معاكي مع جوزك مع اولادك، حلوة جدا كمان للاطفال، هي حاجة زي السكراب كده وفي نفس الوقت بتشيل القشرة تماما. قبل بس ما نعمل الوصفة هقولك على حاجات مهمة جدا لازم تخلي بالك منها. اولا لو شعرك دهني اوعي تغسلي شعرك مرة واحدة بس في الاسبوع، دي اكتر حاجة هتعملك قشرة، لان الدهون اللي موجودة في فروة الشعر دي لازم تنظفيها ولازم تغسليها كويس جدا عشان ما تكونش فطريات وتبتدي تعمل قشرة، والقشرة مع الوقت بتعمل تساقط. تاني حاجة لو شعرك جاف وفروة شعرك دايما جافة جدا وبتبتدي تظهر فيها قشرة نتيجة الجفاف زي قشور كده جلدية، لازم تعملها زي سكراب وتقشريها وتعملي كمان حمام زيت مرة في الأسبوع في فروة الشعر علشان بصيلات الشعر والشعر أصلا بيتغذى على الزيوت. تالت حاجة بقى وهي أول ما تظهر لك قشرة لازم تعالجيها وما تهمليش نهائي، لأن طبقة على طبقة على طبقة تبتدي تعمل لك مشاكل كتير جدا وممكن تتحول لإكزيما ومع الوقت تعمل لك تساقط، ومش تساقط في شعرة واتنين وتلاتة، لا انت ممكن تلاقي كتلة من الشعر خرجت من شعرك. فمهم جدا ان انت تهتمي جدا جدا انك تعالجي القشرة. والوصفة اللي احنا نعملها دي سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقولك بجد بجد نتيجتها سحرية جدا. الحاجات اللي انت هتستخدميها بسيطة جدا، هي مية، كوباية مية وخل وسكر، وده زيت نعناع. هنحط بس كل المكونات على بعض بمقادير معينة جدا وهقولك تستخدميها ازاي. دي المية والخل وسكر وزيت نعناع. اول حاجة هتجيبي بس الطبق كده وتحطي فيه حوالي الكمية دي من الخل، ربع كوباية كده، هتحطي حوالي نص كوباية مية بالظبط، متزوديش عن كده، وهنحط حوالي معلقتين كبار او 3 من السكر، كل ما تزودي سكر يكون احسن طبعا، وبعدين معلقة صغيرة من زيت النعناع. هناخد بقى كل الخليط اللي احنا عملناه ده، وانتي بتاخدي الشاور بتاعك او يعني بتغسلي شعرك هتعملي ايه؟ هتاخدي كل الخليط ده وتبتدي تحطيه في فروة الشعر على فروة الشعر نفسها، تاخدي السكر ده وتعملي بيه سكراب للقشرة. طبعا ده لو في حالة ان القشرة مش ناشفة جدا ولزقة في الجلد. لو القشرة ناشفة جدا ولزقة في الجلد لازم قبل ما تعملي الوصفة دي بساعتين كده تحطي زيت زيتون او اي نوع زيت موجود عندك في فروة الشعر، بحيث ان هو يطلع القشرة ويفصل القشرة عن الجلد، وبعد كده بتعملي زي سكراب كده. بتاخدي بقى كل ده وتبتدي تعملي سكراب كده، النعناع طبعا مع السكر والخل، كل ده هيطلع القشرة وينظف بصيلات الشعر ويبتدي يوقع كل القشرة دي، وبعد كده بتغسلي طبيعي جدا بالشامبو والبلسم بتاعك. بس كده خلصنا وصفتنا، هتعجبكم جدا. لو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتس، وما تنسوش اللايك والشير.